إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عن كسوجنا كتابك التحفة السنية عن سوجنا أقسام كلامك أنواع الكلام ويري كلام كالنعيال كيسا هذا محله ما شاء الله وقهض لان كلام كالنعيال كيسا قال وحير مصنفك وأقسامه أقسام الكلام كلام كقيبه ثلاثة وصده اسم واسم وفعل وفعل وحرف وحرف حرف كاسو جاء يمد لمعنى لأجل معنى معنى درتي سنو يمد وحويان كلام كصده أي أقيب سماوي إيش أص وحا كفع ندينو إلى هذا كلمة دا صده أقيب سنت صبت الكلام كصده وما قيب سمين وحا صدح وأقيب سماوية كلمة عربية عن عشر كي كسو أغان الشلاي كلام وحا ليلة هذا وحا نكالو سو أغان مفرد وآه كلمة واحدة مفرد عن شلا سو أغان وكلمة كلمة كلمة سيدا محمد علي إبراهيم قام من تاسم سو أغان كلمة وحال اللفظ مفرد محمد أوكال علي أوكال قام أوكال من أوكال كلامنا واسوغا انه افر قيد وحي لغا هلا وي او لفظ له مركبنا مفيدنا وضعنا لمدودو ان اساس او كلا غلطا marka waxa saddexdan u qaybsamaa kalaamka ma aha waa kelimada oo kelimada carabiga kelmad kasto carabiga saddexdaas ay mid noqon inay isim tahay inay fiil tahay inay xarf tahay kelimad afraad carabigu ma laha quraan koodana taa akhirdo saddexdaas waxaan la heli ma لفظي كسو قران كميدا ميد وافيل نوايس من حرف هذا الحديث اخرضه واحد صدح خاصه اللي جاي هذا العربي كلا اخرضه واحد صدح خاصه اللي جاي كلامك عربي دو دن ميد نوا حرف من نوا فعل من نوا اسم مركز في واقسام كلام كقيبه سو ثلاثه وصدح كما يشرح ان سدا فيعان وحا وين كلام كقيبه سما هني وهي كلمه كلمه دا صدح دانو قيب سنت اسم واسم وفعل فعل وحرف حرف حرف كاسو جاء يمت لمعنى اي ليدل معنى انو معنى تص معنى واضح معناه دو اي ليدل معنى انو معنى كتص حروفتي يا عربي هذا لبا لو قيدنا حرف معنى كتص يا حرف معنى كتص حرف معنى كتص سيا مثال دونا سدا من او كلا وارك دونا على اوكل معناها تي تستا او كدي دونا عن اوكل اي حرف هو معناها ما كنتو سي سده حروفتي او هجائيه الف با تا ثا جيم حاء خاء كوس وحو ما تصايا كوس وحو ما تصان معنا سو ما جيدي ميدو باسك ما كشرحي كليا ان عشر كمانتا وحا لغا ربا كلمه ولبا ماركاد ارغتو كلمه دان ما اسم ما فعل ما سوى حرف انت كلا غلط لا بعرف بس مسخخ هذا وانت كحفت ذا ما انت مين ده كوباد وان محي كلمه كاستود ارغتا اسم يا فعل يا حرف صدق خلاص ميت تهرت واخ كل عربي قبل كم جيران هرت تاس وين ادو غات كلمه صدق خلاص ميت تن لباد لا غان ربا ميت ولبا انات واخ لو اقونسدو او فيرساتو او مر الله مركا ارغتو اتري كلمه دانو وا اسم كلمه دانو نو وا فعل تانو وا حرف مر الله ما كد ارغتو انات ديك طالبا ولن كل شكل على مدى لو شيء على مدى اسم صحيح هذا كوكب يقول واقول وحن لي الالفاظ الفاظ التي الفاظ كان العرب عرب يهايين يستعملونها كوا استعمالا في كلامهم هذا الكودن او استعمالا او نقلت نلو سو غوريي الينا انغا حقنا عنهم عن العرب ان لك سو غوريي او فنحن انغو نتكلم أنكو هدلين بها الفاظ في محاوراتنا دورهنا مركان دورينو وحا أنكو هدلين ودروسنا عشرها يدا دروس تيدا وحا أنكو هدلين ونقرأها الفاظ أنكو أخرين في كتبنا كتبتين
ونكتب بها الفاظ ان ugu qorno ila ahliina ehliyalkayga marka warqad u direyno wa asdiqaina saahibadeena marka warqad u direyno la yakhlu kamarnama waahidun hal xaraf oo minha alfaada kamida an an yakuna inu ahado waahidan mid kaaso min thalathati ashay sadh shay kamida al ismi isim wal fi'li fi'l wal harfi harf wasda wa allah waxan ku hadlayno waxaan ku doodayno waxaan ku niqaashayno waxaan warqadaha ku qoranayno waxaan duruusta ku akhriyayno kulli god saddexaas kama bixi karto isim fiil iyo harf kelimad aan saddexdaas aynu kuma jirto war ma garatee kama bixi karto saddexdaas kama bixi karto marka mid walba calaamada lagu yeerin way calaamadaha ku garata fiir calaamadii hadii calaamadii lagu siin أما الاسم اسمك فهو اسمك في اللغة حق اللغة العربية ما الذي كيو يدل تصي على مسمى وحلا مقعابي كو هرت اللغة هان مركا وري كودي هرت اسم حالي هذا ووح وحلا مقعابي كتصا هذا فيري مسجل آمري واه كانوا كتصي سوما دور بابا مسجل آمري واه كانوا بكتص أما عن بيتون لفظي قاس محو كتص guri ma ku tusa khalas waa isim dhigada marka ila wax la magacaabo ay ku tusay hay kitabun amir fiir kitabun ma ku tusay mag dhawaaqas ma ku tusay kitab kaskaas oo la magacaabo soo ma tusay warqadaas wax ku qoran yihiin soo kuma tusay marka waa isim dhig fiicna ma aan ma hayro wax ku tusay kaas soo ma jeed hay yedun hay ku tusay gacanta soo ma hada marka ma isim soo fiic waa isim ila wax deetada ma ku tusay soo ma jeedi marka wixii ku tusa marka lagu dhawaaqadeeto ku tusa oo wax ku tusa la magacaabayo wax la magacaabayo wixii ku tusa waxa leedahay waa isim intaas adiga maskaxdaada way inaysan ka bixin waxaan ku yiri fiiri amma al-ismu isim fa huwa isim fi lughati al-luqada arabiga dhexdeeda xaala uu ahaabay maladiki way dalla tusay calaam musamman wax la magacaabayo war wax la magacaabayo wixii ku tusa waa maxay waa isim intaas maskaxdaada haday qabowida ka waran marka arna leeyahay naxwan barana wa fisdilaah nahwiyina nahwuleeda heshiiskooda marka fiir nahwuleeda waxay ku heshiyeen in isim u yaqaanin bal fiir wa fisdilaah nahwi ama nahwiyin wa fisdilaah nahwiyin qolada nahwuleeda ah oo nahwaha loo nisbeeyay heshiiskooda waxa weey isimku kelimatun al ismu isimki kelimatun waa kelimat كلمة ده صدلة تستي على معنى معنى كلمة معنى كتوسي دوي معنى كتوسي وامعي وكي حتى انصار شيء نوع مصمم شيء لما جعابي كتوسي معنى الوش شيء يو شيء لما جعابي في نفسي نفس ده كتوسي معنى نفس ده كتوسي ما كل جل محل اسكال علينا حلقة احترازة كلمة كلا يتقوم بها من البطار فيلي ما هناك الدورنا صدق يعني كلمة ميت كمدة أو أن أيضا معنى كتوسي كلمة ده كلمة كلا البطار كلي جدا دي ماله بقوة حبك كتوسي waxay u baahan tahay in mid kale lagu daro laakiin isimka soo sidaas ma isimka kaliis marka lagu dhawaaqo isla markiiba waxa ku tusa fiir qamisun de isla markiiba ma ku tusa marada halkaas taala soo midid ya qamisun de khalas waa ku tusa ha jawaal de jawaal ma ku tusa mid ka mobile ka soo midid jawaal marka ku dhawaaqdo magaci ma ku tusa waa ka saa mobile ka soo ku tusa كلمة مركب معنى النفتر دي تستوى اسم مرق الله مركب لغو دواقبة شيء أيو كتوسا ومبا هنا كلمة كلمة لغو دواقبة مركب ويحوكو يري كلمة الاسم سوق دلو مبتديه الاسم اسمكو كلمة كلمة وي كلمة دي سودل تستوى على معنى معنى في نفسي هنسا دي تستوى ومبا هنا كلمة كلمة ورم تقترن أن لنا حريسا بزمان وقت اسمكو مركب لغو دواقبة وقت هوري iyo waqtiga hadda la joogo iyo waqtiga soo socda midna uma baahan mana ku xirna isla markii lagu dhawaaqo deetadaas ku tusa hadda dilayda jawaalun muxuu ku tusa waqtiga muxuu ku tusa shalay jawaal waa hadda waa jawaal bari jawaal waa aan ahayba bari hadda marka jawaal iska ahana siisa ha fiiri marka waxa weeyaan shayga marka lagu dhawaaqo deetada ku tusa shay la magacaabayo ku tusa ee waqti aan shaqo ku lahayn
واجر تنسمع دوره أو وقت كتوستا سيدا في روح على هذا صبوح صبوح عبيتان كأرورتي العبوة غبوق كان هذين كل العبوة يقلبتي سو نجيدي فحاس ما بضنا هاسو حواك فالي كالصعو واي ووكو يلي ولم تقترن بزمن الزمن إلا محيسا نحو مثال محمد حتى محمد توصى ما وقت يتوصى شرج يتوصى مسلمان مثل ما كتوصى مثل بريو كتوصى واحد كتوصى محو كتوصى محمد كان محوطوصى ده تدا وده كان كسر وجهه سو مجد محمد ده تدا سو كتوصى واحد كلا كمان توصى هيا علي في علي علي ويلون كاسميش التاجر كتوصى علي واحد كلا كمان توصى ده تدا سو كتوصى سو مجد هاي ري ورجل نين رجل ده تدا سو كتوصى سو مجد هاي وجمال خطي جمال ما كنت كل واحد محو كتوصى خطي ده أفك أفك أدينه معرفتي صور كدير هاكم كتوصى وجمال خطي والنهر وبي محو كتوصى بيقول قل يا سما بياس ماشى الصعدة بياس دريرة يقول قل يا ماشى مرة يا سما كذي وتفاحة مر يرى مرة قدارة العنا يكتوصى تفاحة كتلا وذا تداس كتوصى بس حتى تفاحة ذات له روا قاس مو كتوصى وقت هوري شل ما ندار نو كتوصى ما أنت بو كتوصى مر ترى شل تفاحة هذا ضد ما أنت نوا تفاح برينا تفاح إذا سأهانه مركا ما جا عاس ما تقول وقت ذا تداس كتوصى هاي والليمونة لين لين ماشى سا لف إذا ما كنا هذا الليمونة لين تاسو كتوصى سما خلاص وعصم قل فيري قل هتاسم بكرة ده الكاس قلك بقولي ها تازي كتوصى ما كتر عصا قل واحد كلكم كتوصى ده كاس على ما كعال سو ما تيدين اسمه اللي لوحه وهو كوري فكل واحد متكسته ومن هذه الألفاظ ألفاظ عن كمدة يدل وحو كتوصى على معنى معنو وليس الزمان وقتنا داخلا متسو جاية معها معناه معني في معناه معنيس وليس الزمان وقته داخلا متسو جاية معها في معناه معنيس فيكون مركوح النقرة لفظ قاسو اسم النقرة هاي اسم مكان كاسر وجود حتى كده خوف اسم هو هاي زهقت ضيعي وانا ناشن كل الله بطه مسك هذا كقرطه هذا فعلا قليلة فالفعل سيد لو قرطه وأما الفعل فعل فهو فعل في اللغة العربية قد يحدي ذا حالة وهذه الحدث وبعضه بعضه ما تعنى بعضه بعضه ما تفهم ذا هاي حدث واحد عيوي أما قيئ الضونة أما هذا الصعود ما هن ذاته كليل حدث وحوي بعضه واحد معي أما واحد كدف قيئ الضونة أما واحد دير بالصعود معي وهو كتوصة فيلي فعل هذا الوراء هذا وواحد كهر للسمي أما حد ضاب الله سمينا أما دب على سمين دونا أرين واحد للسمينا أيوه فعل واحد للسمي هذا كهر أما حد على سمينا أما حد كده على سمين دونا سو ما جديد مرك حدث وكتوصة وكوي حاجة وقدي وي استلاحي فيني مرك وهو كويلي وفي استلاح النحويين علماء النحو ليدر آه، أن حول اللون نسبه هشيس كده، ما هي كوه شيئا إنه كم عظم فعل، فيل، وح أي كوه شيئا إنه فعل أب حيان بالفيل هذا، فعل وح أب حيان، أي كوه شيئا فعل الله بحيان، كلمة نقول هو كلمة كلمة وهي فعلك، كلمة ده سو دلة تصطي، هو سو قدر إيه كلمة كلمة خبر وغني هو انت الضمير كسوق قدرتي المذكرة كلمة ترى مؤنث خبر وادي وانا سواء وقاعدة واحد ليه هذا واحد وين كلمة لفظية ضمير كا هدي واحد ويان وقول الله بنا من المذكرة خبر كنا مؤنث النقض كل خبر لكم مطابقية وهو كويري هو فعلك كلمة وكلمة كلمة ده سدلة تستي على معنى معمو في نفس يعني نفس دي تصي هكاس ما حد كهو جاتي بنكاس مركب فعلك محو كلامي دي هاي اسمك أو معناها فعلكم معنوه تصا هي كلمات كلمة بعنا إلغطها أستجاب معنيه إسكت تصا
وما باهنا مركه ومعنى توصي ان كلمه كلا لو سو دره او ليرا سي هو معنى او فايديهو كلمه كلا لو دره سيدي سو معنى او فايديه كرابه سيدي سو معنى او فايديه كرابه سو مجد وايه كلمه كلمه وايه كلمه داس دلت تصي على معنى معناها سو في نفسها نسدد كنت تصي اما في نفسها نسدد كنت تصي واغترنت لنا حريستي باحد الازمنه واغتيالك مد كميدا واغتيالك الثلاثه او صدح بقىها سو مجدد وحويه كلمه دا معنى تصي فعلك لكن حيسمك ودي وانت معناها سو انه صدح لو وقت مد لحريسته وقتك سي سبب صدح adiga hadde laga bilaabo hadda markaas aad hadlaydo wixii ka horeeyay maxaa la yiraahdaa maabu markaas aad hadlaydo wixii ka horeeyay dayra adduunka markii la bilaabo noqoto hadda yar tan adduunka inta la bilaabin ha noqoto ha inta erki nurka la abuurin ka hor hata waa iska maab soo ma jeed markaas aad hadlaydo wixii ka horeeyay waxa la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa maadi ya la yiraahdaa haye maxaa soo haray markaan aad hadlaydo markaan aad hadlaydo waqti hadda soo kuma dhigno ta waqtiga ku dhigna soo wajid maalina ku dhigna maxaa la yiraahdaa xaala la yiraahdaa waa waqtiga hadda la joogo xaala la yiraahdaa markaas aad hadlaydo wixii ka dambeeyay ilaa meel ku dhamaatana gari maxaa la yiraahdaa mustaqbal waqtiga soo socda waa soo ma jeedid marka ficil waqtigu waa saddexdaas saddex waqtigu waa maxay waa imsa waa saddex waqtigii tagay maxaa la yiraahdaa maadi waqtiga hadda la joogana maxaa la yiraahdaa haalo waan midka hadda ku dhex jirto waqtiga soo socdaan oo ila gaariga ila waqtiga soo socda maxaa kamida hadalkaan markuu ka soo baxay wixii ka dambeeyay walow il birxi baa ka dambeeyay maxaa la yiraahdaa mustaqbal la yiraahdaa waqtigu soo sadex maaha marka ficilka macnaha uu tusayaa sadexdaas mid kamida waa inuu la xariirsado waa inuu ku tuso macno dhacdo dhacday markaas la hadlayo ka hor dhacdo dhacday ama se wax dhacay saacadaas la hadlayo socdo ama waxa weeyaan waqtigan la hadlayo kadib u dhici doona walow il birxi kadib aan dhacdo laakiin markaas la hadlayo uu ka dambeeyaa oo mustaqbal markaas wuxuu ku jiraa waqti aan la weynay la xariirsato bi ahad il azminatu waqtiyalki mid kamida athalatati wa sadahdaha allati waqtiyalki hiya waqtiyalku al maadi mid tagay ah wal haalu mid ka hada la joogo wal mustaqbalo imidka la soo qaabilayo hadda nagu soo socda saddexdaas waqti mid kamida waa inuu la xiriiraa macnuhu markuu ficilku macno tusayo wadaalka mithaalka naxwu xaalada kataba waa qoray lafdigan muxuuna tusay u fiirsada marka kataba aa ficila muxuuna tusay laba shay laga rabaa fiiri inuu na tuso labada shay waa maxay horta dhacdo waa inuu tusaa wax la sameeyey koo haddana dhacdadaas ama waxaas la sameeyey markaas aan hadlayno ka hor waa in la sameeyey oo zaman iyo macno fiir aa laga rabaa kelimadda waqti inuu faa'iideeyo waa laga rabaa zaman macnana waa laga rabaa soo ma wuxuu ku yiri fa innahu lafdigan oo kataba ah kelimatun kelimad weeye kelimaddaasoo daalatun ku tusayda calaa macna macno wa huwa macnaha ay tusaydaa alkitaabatu qoraal weeye soo ma jeedid kataba waa qoray luguma dhihin hadduu qoray qoraalkii hadda socda luguma dhihin hadhow ayuu qori doonaana luguma dhihin hadda kadib qoraa luguma dhihin maxaa lagu yidhi waa qoray hata kaaru qoray soo maaha maxay ku tusay marka laba macno macnaha koowaad waa maxay waa xaween xadath wey xadath dhacdo waa maxay waxa dhacay oo la sameeyey qoraal wey wax la sameeyey soo maaha muxuu kala ku tusa waqti oo waqtigaas waa waqtigey waa waqti tegey hadda ka horaa la qoray wey marka waqtina waa ku tusay macnana waa ku tusay kaasoo kale marka maxaa la yiraahdaa kaasoo kale maxaa la yiraahdaa waa ficil ficil wey wuxuu ku yiri fainahu lafdigaanu daalun wuxuu tusaa calaa macna macno wahuwa macnuhu tusaa alkitaabatu qoraalka wey aydan noqosha aydan kuma jirto waxa wey wahuwa fainahu lafdigaan dhe fainahu lafdigaanu kelimatu wey kelimada daalatun tusayda calaa macna wahuwa macnaha tusayda alkitaabatu waa qoraal وهذا المعنى معناها مقترن و خو لا خريرا بالزمان وقت وقت قاصو الماضي تغي وقت تغي ايو لا خريرا سو ما جيردو وذلك مثال كنحو يكتب حد قرا في يكتب حد قرا هلوي يكتب حد قرا بر اوفيس ادي لفظ كان marka يكتب ابر في سو marka فانه لفظ كان يكتب لا ما كان رورتا يكتب انه توصل لا
لو فعل لبا لبا ده سمحيتها معنى وحلا سمينا عيو إيه وقتي مركب وحنا توصى وإلى سمينا وامحيا وقرالك وقتي جينا ده واحد دير هدروي هدا على سمينا يا ووقتي قال لك شو أو حربة وقول كويدي فإنه لفظ قاص أو يكتبه دال وحنا توصى على معنى معنى وهو معنوه كتوصى الكتابة القرآن وي سيد لفظ يورا كتوصى أيضا نغشة وهذا المعنى معناها القرآن كا مقترن وحو الحريرة بالزمان وقتها الحاضر هذا اللي تشوفه وقتها هذا اللي تشوفه الحريرة أو واحد يقول يكتب هدو بقرة قرف قرف هدرو ماذا نقله هدو بقرة واكنا هدو بقرة كي عن تقوي فك وقت كانوا الحريرة وأنه أكتب قر أو كلوة في قر الوي لفظ كاسوافي إلا بمعنى لقرا إنه تصو كو وحلا سمعين أيو كو إيه وقت الحريرة لا بد على قرها سو بجدا أكتب قرآن الوي مركا أكتب قرآن دلويري وقول واحد كوه القرآن ما هذا كوه لما صنعه وما عاد ما هو وقت فيه مرت معناه وتوصل وين حق قرآن صنع وقت أو كتوصل ما هذا كوه وهذا على قرآن دل بس ومن جديد هذا وحص على ما هو أو قرآن كي عندك ويا ميال لقولي لا أكتب قر ميال لقولي لا هاي تسوى تحصيله حاصل عليه وح هراي أربع عين هتنا ليه هلا صاح حصيله قرطوا ee waxa weyn qoraalka hadda ka dib bilowa soo ma jeedin marka waxa weyn muxuu ku faa'iideynaya oktob waxa ku faa'iideen labo mid ka koobad maxay tahay horta macno macno waa maxay qoraalku weey maxay kale ku faa'iideey ku tustay waqti waqtigaas waa maxay oo ay dadadu dhexdiisa dhacay waa mid ka soo socda mustaqbalka illa markaas lagu amray kadib bilaabay soo ma oktob qor markii leeyahay qaliina soo qasan waa bilaabay waa waqtigii magtal oo amerika dib soo ma marka waa mustaqbal wuxuu ku rifaynaa lafdigan oktob ah kelimatun kelimad weey kelimadaaso daalatun tusayda ala macna macno wuu macnaha suna al kitabatu wa qoraal aidan noqoshe wehaada macnahan wehaada kan oo qoraalka ah macna macno weey macnaha muqtarinun la xariira bi zamani waqta waqti la xariira waqtigaaso al mustaqbal li soo qabilayo الذي وقت قاصو بعد زمان التكلمي هذا ده وقت كده كتم بعيد مستقبل كحال وتوصى وحفك اليوم إنه فوق إنه دويا لا لا مستقبل مربى مرك الله هذا يهدو كتم بعيد مستقبل أنا وديه ويا وكل ومثل هذه تنوح على مدى ال ومثل هذه الفاضي الفاضي عن أنصار شيخني وح على مدى ما صار على مدى إيه وح كتم بعيد ومثل هذه الفاضي الفاضي عن هذا أنصار شيخني كتبه يكتبو اكتب وحال مدهو كويري نصر و اقرقار ينصر و اقرقار وانصر اقرقار نصر و اقرقار وينصر حد اقرقار وانصر هده كده اقرقار نصر لفتك اسمحو كتوسي لبن لبن هرطا معنى كتوسي اقرقار اقرقار إلا سمي هدعو اقرقار اقرقار كاسو وقتكي هرو تغيو نحدي صورنا فيري وينصر هدو وغرغاره وغرغار كي وضعه وغوكو تصي ينصر وغوكو تصي لب معنوه توقو تصي معنوه وغرغارد وغوكو راكو تصي معنها سو وقتك ودعي حد انو طاي وقتك اللي تشوغو صعبا وانصر هدو كتب وغرغار وغوكو تصي لبا شيء وغوكو تصي وانصر مدوان محي معنى الله سميره هدو كتب او اه غرغارد tan labaad ma ku tusaa waqtiga oo gargaarkaas u dhixiisa uu dhacay oo ah waqtiga hadda la hadlayo kadib soo ma jeedin kulli alfaadama sidaas wa fahima wa fahmay mas'aladi uu gartay fiiri wa yafhamu haddeeru garanaa oo maskaxdiisa ku socota cashar ku haddeer la akhriinaya waa ku socota haddu ma fahmaa fiiri wa fahm wa hadda kadib alfahm hadda kadib fahm marka fiiri wa inta oo kale fahima ma hay faa'iideeyday laba لا سمحيتاي معنى او اه دعوة دعوة او اه انو واح فهمي اه هاس وامد محيك لا فائده معنى سو وقت هاتا كور تغينو دعي او فهم دان هاتا كورو مسألة دان قطو فهم ويفهم محيك وطوصير لابا لا سمحيتاي هرطا معنى او اه فهميت و هاتا مسألة دي كس عطي و قراني ايو وقت او اه هاتا وقت غانشو قد احيس انو فهم كور دعي ويفهم فهم وانا محيك توصي لا معنى هرتا معناها واه مخاي كوبات لا شيء كتوسيدا ميد واه معنى او اه فهمت اني هدا كدب دحايدو
طلباتنا ما محي وقت او اه فهم كانوا هذا كور ما دحين قف قال لي فهم هاد دير وقت انا ما صعدو لكن هاد كد فهم على لي وقت قصص صعد فهم كور هاي وعلم هو برتي ويعلم هو قرنا وعلم هذا كور وقرت مسلده اوغاد ويعلم هاد دير ساعتنا قرنا وعلم كر وعلم ايضا هذا قال لي قصه دلاله معني يا زمنكي وجلس وافرستي هذا كور فريستي جلس وافرستي الويل فدي هورته وا معم سوما هذا وقت هورو دحاي سوما جيدي ويجلس وافرسنا فعل سمينا او فدي كو هذا وقت سمينا وا وقت كان هدا لجو وجلس فريسو انا فريسو وضرب وقراعي هذا كورو قراع ويضرب وقراع وضرب قراع يد اسك سوفيو ميلكو عباديسناي الينيو نين عباديسنايا تاي ما نحاول البرت نحاول ما برت يعني الحوار هنا كتابك السنه وحكا اوغاتا معناه ولا لو باهيه مرجع سو اي بلاب كاز على يدي مثال سي لوغوت صالي بالفعل كادو فانتو ضرب زيد زيدا وحو قراعي عمرم كاسو ايو كادي سببته او قراعي هيت وكرب مركاس على الوروا مثال دتك واحد لو فهمسيه مركاس يروح واحد قراعي لا ما بدحين ميا مركاس على ما دحين اي واحد لو مثالين مركاس يروح واحد انا كامل علمي بينك بلابن اي كوما لو اسك تغي ماشي اسك قال صوفي نمدي سو كدنت اسبا كتاب هذو اللغات يفهموا اسو كتاب سنك فهمه وين الصوفي قال اها تمام اه wii aad suufina madan iyo dalalka uga bixilay Soomaa ina diiday adiga ya adna suufina madan la fadhiile haa ma taatay wax barab diido adna dalalka aad la fadhiine Soomaa marka waa ma salaam weyn marka lagu leeyahay waxa la garacay moodin meesha la suudiray haa wax is diray minna la maarko aba wax lagu fahamsiina lug carabiya lagu baraa meesha ayaa ka carabaysa suufiga way wa daraba wa garaa wa yatrib wa garaa wa tirib hadd kadib garaa حصل معنا هذا على قرار أنا صورت على هذا والفعل فعل كي وكويري على ثلاثة أنواع وصدح النوم في رئيس فعل كي ما أقل بسماء صدح ثلاثة صور مهمين هذا قلت على ثلاثة أنواع صدح النوم هذا ماضي ماضي هذا ماضي مطغنا ومت هذا كهر دعي فعل هذا كهر دعي ماضي يلي ركاز ومضارع مضارع مضارع بحال هذا مت هذا كتب هذا صعدا صعودا haddu la socdo oo dhicidi ku socotaa ama hadda ka dib u dhicdo ko wa amrun amr amrna waxa la yiraahdaa waa ficil ka hadda ka dib inuu dhaco la dalbayo hadda ka dib ayaa waxa weyn inuu dhaco la sameeyo ayaa la dalbaya saddex raas u qaybsan fal maadi 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 waxa la yiraahdaa mid midu marka kuugu qeexa fal maadi maadi ma ladii ki weeyo dalatusa ala hadathin ba'd بعد ما سو وقع دعي في زمان وقتي الذي وقت قاصو قبل الزمان التكلم وقت حدلته كهري ما ادي waxa la yiraahdaa ficilka kutusa arin dhacay ama la sameeyay markaas la hadlay ko wadaalka misalka nahwu ka taba hadda kahru qoray wa fahima hadda kahru fahmi wa kharaja hadda kahru bahay wa sami'a hadda kahru maqlay wa absara hadda kahru arkay wa takallama hadda kahru hadlay واستغفر هذا الكور دم داف ضلبي واشترك هذا الكور لو وداغو لا يش شيء كل ما هي الفاظ انا كنتوستي لا بشي مدوان مخي معنى دعي تن لبادنا مخو كنتوستي وقت او هذا الكور هذا سي كنتوسي واي والمضارع مضارع ما الذي كي وي دل توسي على حدث دعدو حدث كاسو يقع دعي في زمان التكلم وقت هذا لدا او بعد ما كغدار فعل كان مارته مضارعه لما معنو أقبل أسوه هل وقت إسكمال فرطة وقوك توصى فعل بعيو الله سمعين أيو لكن لما معنو أقبل كرا وحوويان حد ساعة تاسوه صعوده دعي فعل كو وقت الدنبور دعي الدونة لما دعو أقبل توصى لما دعو أقبل أسوه واحد جرع علامة حتى اللحر بسدان وكرا عينا ومدنا حدو كاردقة يهدو اللحر بسدو علامة حتى اللحر بسدو هده كده بكاردقة ومثلا فيري مثال رب أنكو أركي نوكي مثال دونا مركان مثال هذا مثالين وذلك مثال كالنحو يكتب وقرأ يكتب مركا فيري وفعل مضارع لبا شيء نتوسي مدوا معم ووامحي وفعل دعي وقرأ ما هي كلام نتوسي وهي كلام نتوسي زمن
زمن كاس مكا حدي فعل كان وح علامه لا خير سن سيده هدا يكتب او كره لبو اقبلي كره حد ديرا بقرالكي سودا قلنكي يا غانتي يا ورقه وي ساري معناه واقبلي كره واتصا وهو كره اقبلي كره يكتب وقراه قلبته بقري دون اما نص ساعه كده بقري دون مستقبل والله ما اقبلي كره لكن علامه لا جيره علامه هسه كواكب لو تجي دون ان شاء الله مثلا هذا لكن لو علامه كسو قادين الان اوكل الحريب الان هذا الحريب ده محن قران ساعه انا قرال كسوده حاله نقرا مستقبل ما كسم نقرا يكتب وقرا الان ساعه انا قرال كي كودا في سوف الحريب تعال انا كسرت يكتب سوف يكتب دبدب كقري دون سوف ما كل حريب ستم حي كدبتي مستقبل كسو سوده دب الان انا الحريب ستم حي كدبتي هبه لبد مركي لغا سارنا labadii uu aqbali kara mid gooniya labada yaqtu waa quraa iska dhig quraalka hadda inuu socdaana waa suurtagal inuu dib ka qori doono waa suurtagal inta isma la fahmi kara haye wadaari mid taag nahu yaqtu waa quraa way fahmo waa fahma dhe ha way fahmo waa fahma way xuruj waa baha way yasmaa waa maqla way yansuru waa gargaara way takalamu waa hadla way istaghfiru dambi dhaaf way diisana way yashtariku waa la wadaaga waa la yeelana shurku la noqona soo ma jeedin marka ficil kasta hadaan anuu yaktub ku soo sharaxay kuwana ma harto mid mid inaan ku yiraahdo waxa wan ya khruju haddu baha ama hadhu baha labadaas ay tusay madarta in maskaxdaadu ma isan shaqeynay marka adiga ma dhagaxad faa ka shaqeysi wal amru amar amara hare marka maladi ki way dalla tusay ala hadathin dhacdo ficil ku tusay wax la sameeyay wax la sameynayo dhe wal amru amar ma shay way dalla tusay ala hadathin dhacdo حدث كاسو يطلب للطلب حصوله انه سو حصلو بعد الزمان التكلم حدلي دوقتي ده كغلا فيري امر سو وخو كتوسا واخ ويان طلب او دد لغا طلبيو انه فعل سميو مركاس الحدلاي كدنا او سميو فيري قفا واخا لغا طلبين اما دد بدنا واخا لغا طلبين مركاس الحدلايو كد انه واخ سميو واخا ليه واخا سمي امر ساسال رضا مغاش وحاصمي قالي في وحاصمي قالي والامر امر ما شيء ويدل كتسيك والامر امر ما شيء ويدل تسي على حدث بعض حدث كاسو يطلب للطلبيو حصوله انه سو حصلو بعد زمان التكلم حدد وقتي ده كذا وذلك مثال نحو اكتب قر في هذا محب اكتب هرت الا طلبيو قف لا طلبيو قران انه سمي qof laga dalbin qoraal inuu sameeyo mar hadii lagu riwaa laga dalbaya wixii wax hadda ka hor dhacay maahan ko wax hadda socodana maahan waa wax hadda kadiba soo jeedo waa mustaqbal waa mustaqbal wafham fahm alayhi masalan hadda kadi fahm way soo jeedo laba shay maran qotostay in la dalbayo fahm in la helo ha fahm in la helo in la dalbayo ko maxay kala qotostay hadda kadi mareeta waye waxruj bah adleeda wasma maqal adleeda ha wasma maqal adleeda wasma maqal ayadleeda wansur u gargaar ayadleeda u gargaar ayadleeda wa takallam hadal ayadleeda hadal fiiri wastaghfir dambina fi ilahi waydi saadleeda washtariq warqof kan la yeelo arintan oo shibka la noqadleeda wa amal kulli wa hasan wa wada amal وعمل حرف حرف فهو حرف كيف اللغه اللغه العربيه قد حيت حاله هذا اطرفه للعيال لهذا لقهان حرف دي لهذا واجيس ومن الناس من يعبد الله على حرف بك واحد كجره قبل واحد وين دينت لوكانت كو جيس جيس الله يعابدي دينت ودا غلي ما ما حاله غريبه يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ودينت ولا غلا سلسله سوما قبل ودا غلي انه جيس كتاغن ومن الناس من يعبد الله على حرف جيس وكتاغي مخله وا بلوا في بروبينا يسو فاين صاب خير اطمئن به هدو مركو دقاله يعافمات ما شاء الله كهل وخله دينته كل لما ارك ما شاء الله وا هذا يفيدنا اسيفتنا يا انقلب على وجهي خسر الدنيا والاخره دباته وا غاجوداي وا عبسداي ادو بدن ويشاي دباته لا كلمه بعد الكيسي ولا بنا وخله ور ما شاء الله لو دبتاه ضبوي حلوه يقعان لكم هاي كريم
مرك حرف هذا ما شو اللغة العربية وما هي ودينا اللغة هاوي تاس هذا محلشات كيجي أنا صرنا عنه وعكر وفي الاصطلاح النحاة وفي اصطلاح النحاة نحو وليدة هشيس كودة محل الحرف هو حرف كي كلمة كلمة وي كلمة ده سدلة تستي على معنى معمو هي النفس ده دي ميتوسي كلمة ميتوسي كتا مي فيري في غيرها كلمة كريكة توسي معنى اسم كان مرين محاني بي في نفسي معنى أوتوسي كرا حرف ما كان مرين محاني بي فعل فعل ما كان مرين محاني بي في نفسي أوتوسا لكن حرف ما كان مرين محاني بي في غيرها أيضا حرف كريس معنى ما توسن تمهل استاب وإن لو قدروا كلمة كلمة مركا غير كاسوا محاي اسم يفعل متكاس متكا ميدوي حروف تقبل كميت أه مركا لو قدروا اسم أيو معنى كتوسا أو اسم كان لو قدروا أو حروف تقبل كميت أنا فعل كو قرا مركا سو معنى كتوسا حروف تقبل كميت أنا لبغب وقلا كان هدو قرانا معنو ككين هدو كان قرانا معنو ككين سيدا حرف استفهام كوكي هل أوكل فيه ها هل يستطيع ربك فهل أنتم شاكرون ها أنتم سو اسم ما سو هل كما رمري يستطيع سو فعل ما سو هل كما رمري مركا فيه هل هذا اسم قشنا معنى ككين استفهام كبير هذا فعل قشنا معنى ككين استفهام أي كبير معنى استفهام كيف أيديني حرف مركا واساس لا بضبو وقلك معنى ككين حرفنا اسم ككريه وقلع سيدا حروفتا وحواس بكتون نوع ما دون حروفنا فعل ككريه قلع سيدا قوة فعل كمضارع كرد قوة جزمية وفيرسو مركا حرف وقل كلية أساقو كريه استنبير استاقا معنى مكيان محيو بهاي إن لغو الضرة كلمات كلمة كلمة داس كلمة حيطها واسم هو فعل مركا كلمات كلمة لغو الضرة معنى ككيني كلا حرف إيه سي كريس انت ميري سي معنى مكين حرف انت سينات فانتا ومهي ووكو يري كلمة وي حرف كي كلمة داس ودلة تستطيع على معنى معنى في غير إذا غير تتكسوت وذلك المثال نحو من أو كلوي فإن هذا اللفظ لفظ كان أو من لفظ كان أو من كلمة وي كلمة داس ودلة تستطيع على معنى معنى وهو معنيه الابتداء باللون ماشي وحكب باللودين ماشي فعلك أنت لقاحد لا يكب اللعبة طيء وكتوسة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلهي وحان نقصان كهفا أدون كي سحبين ليل ميي هل قوك بلوضة ديال مطو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام فيري من صمها ديال مطو مكال قوك بلوضة مسجد الحرام قبله من المسجد الحرام فيري من تو معي تستا ابتداء ميل وحكب اللعبة نيار وحوين ميل وحكب اللعبة نيار ميل وحكب اللعبة نيار أيو تصا سيدا سوية ميل وحكب اللعبة نيار أيو تصا وحوين سيدا هدى ميسا ميل من تو ماشي كب اللعبة سيدا سوية واي وموكوري فإن هذا لفظ لفظ من كلمة وي دلة تستطيع على معنى معنى وهو معنى الابتداء وي وهذا المعنى معناها لكن والابتداء لا يتم مرد ما يسترميه حتى تضم إلى أدوك كدرته إلى هذه الكلمة كلمة دان غيرها كلمة كلو غير كده وإن كلمة كلو غير كده أنت سواق أدوك كدرته لكن من كلمة دان ماشا نكتو أقول ترى من وحلقة فائدة يما ميال وحكا بلو غير ناكو توسمي وحكا ناكو توسمي من أدس كتير معيو بحانتاي من تان كو صدر كلمة كلي حتى تضم إلى أتقدرت إلى هذه الكلمة غيرها إذا غير كده فتقول آتر هذا فتقول آتر هذا ذهبت وانتغي من البيت ينكتغي فيه من البيت قريقة أي ينكتغي من البيت ماكا منتي قرمي فائدة دي البيت ماكا يهشي البيت يلغطر ماركا بحيك وتستي ماش عاد صعدك أو قبل لوضي ماركا تغي دي لكاتك صعدك أو قبل لوضي قريقة من البيت ينكتغي فيه مثلا تصارع لك يا ذوي البيت كلية بتاعنا اسم كستوي قشو معناها ساكمدة معناها فائدة معناها ذو بانتا لكن تاسا كمدة أمثلة مثال أمثلة ذا صولي الاسم اسم كأسو من هذا هي مثال الله أو اسم كلية أو كتوس أي وحلا مقعابي فيه ولقى مسكعة ذا يكبح معنيه اسم وحلا مقعابي وإنه كتوس كتاب فيه كتاب قلم قلم دوات أنقاص أنقاص ميت قرن إذا قد أولا خيقه أسمتها قد وحو حلوه قروي دوات وحويا
ريرميغا مرك لا وحال لا سميشي عانا انت دخل لو قصو مرك ميدوبتا وخ لو قصي ور قريجي سوما مركا اما حرق ريد مغال كان حرق يانا اه حرق انت وخ لو بيو لو درو اما مركاس وخ ميدو لو درا دخل لو درا اما بتري او كلا تدخ شيس ايا لو درا مركاس ميدوبان وخ لو قري دوات انقاص دي اما قطب قطب هذيك لا انقاص دان غرين قطب هي كراسه دور ورقه كراسه محلله هذا كتاب كان في رده 13 عمل ورقه اسكو خريين ورقه يركا اسكو خيران انت سالي كراسه كتاب من ضم ها ورقه يركا اسكو خيران لها كراسه سو ما جيد جريده لاند لاند اسك وال جيت كلانتيز جريده الجورنال كان بدي كتاب سو مولد ما هن كلمه اصل عربي جريده ولا رده جريده كسو بعدها كاس جريده كسو صفحه جورنال سو ما جيد لكن تصوى كلمه مولده ما هن كلمه اصل ee wal geed kalantiis geed timireed kalantiis ale khaliil waan in magciiso ma jeedid saalih waan in magciis imran waan wiil magciis waraqatun waan calaanta geedka sabuun dugaag dugaag iyo yahay bahalo bahalo tan bahalo duur kan bahalada joogo xuna weey dugaag oo waaway ku dhulka ku gurgurta ma ku waaway libaax shabeelka haram aska durwaaga gaduudana dawacada xor xorta waxa weeyaan bahalada wax qoro duur ka jooga waa kuwaas weey oo ku yiri sabuun dugaag himaarun damir dibun ubato ay ay dibadeed saddexdaas magac mid ka rabto ka dhigo yeyde waxa tira ubato ay dibadeed hada tira oo ayga duur ka jooga aygaan lagama yaqaan waliga dib ruuha moodi shaqo isku mala hasku qaldan dabu calaa ruuha دي بنظام مغشو وييده اما اوبتبه ضربته هذا رتو اي دي بيدكس كده اي غان وقتها طالقه تروا ماميرون شابيل ماميرون شابيل فهد حرام عس دي مركه ها فهد حرام عس شابيل كو وغي ها كاس واحد اركتين انت اكرت برتقاله اللي منظم بالمس كده ها برتقاله كم مثرات kumathraatun kumathraat wadankan dhulkan anagu aan joogno Soomaaliya ma yaal ha marka qofow waxbu iskaga maacaaba wadaadada marka la qabayna qaar waxay raadaan mandaru qaar waxay raadaan calool shube qaarba waxay iskaga maacaan waa iska magac oo waxa weeyaan tushunti iska iska dhaweeye shay aan oolin wadanka ma loo bixi karo Soomaali male marka laakin waa caadi waa yaqaan meelaha iska tagto wadanka idaa oo mir weyno waxa weeyaan hoga madax u buuran oo qudarta si cunay kamidow marka kum masraad waxa Soomaali malah haqiiqad qara murcud mooday murcudna ma islaamara ka isku qaabno ama samaysna wax shaqana isku malah murcud iyo saw waa sidaas waxa tira narjisatun geedka waa geed magciis oo dawada lagu daro narjis wardatun ubaxde wardatun ubax inta salaam hayku tusay marka fiiri maskaxdiina weerad ka shaqaysida inta soo maxay ku tusayeen aan soo sheegay yaa musammay ku tusayeen soma haye qayb taas waxa la yiraahdaa isim baahir ah la yiraahdaa intaas maxa la yiraahdaa asmaada sadex u qaybsanta ogaad asmaada ma qayb u qaybsanta asmaada ma qayb u qaybsanta sadde qaybta koobad maxa la yiraahdaa maxa la yiraahdaa qaybta koobad isim baahir ah la yiraahdaa wa intaas aan soo sheegay maxa la yiraahdaa isim baahira qaybta labaad waxa la yiraahdaa isim mubhama mubhamkii wax kaaga sheega ma wuxuu ku yiri haa ulaay kuwan haa ulaay waxa lagu ishaaraa wax jamaaca oo meel agtaaba aad gacanta ku taageed haa ulaay haday rabaan waa dhagxaan haday rabaan waa dab haday rabaan waa kutub haday rabaan waa geedo haday rabaan waa bahal waxa la yiraahdaa haa ulaay kuwan aad leen wuxuu kooxo meel jooga haa ulaay lagu ishaaraa qaybtaas wuxuu kaaga soo qaaday mubhamkii soma jeedid mubham kiyo kaaga soo qaad qaybtaas soma jeedid marka qaybtaas waa mubham maxaad marka ku xiga oo ku xijineyna waxa ku xijineyna qaybta kala mudbar oo ku yiri antum oo kala tafiri antum idink ku inaad antum marka waa damaair qaybta kala waa damaair damaairtu wuxuu kaaga soo qaaday antum ila ku imaan doonto waxaan damaairtu dhan wuxuu kaaga soo qaaday antum antum waxa loo isticmaalaa rag aad la hadlaydo ah antum ragina
marka isimku saddexaas qaybo u qaybsama saga qaybiisa insha Allah noo keenin doona saa noo keenin doona amsalatu mithalu mithalada soo lil fi'l fi'l ka usugnaaday halka waxa ka galayna mithalu fi'l kuleeyay safara wa safray yusafiru hadiru safra safir ni ho safar dhaqaj fi kale ka saddex qaybo inuu la soo gaane magti haye qala wa yiri hadal u yiri yaqulu hadulay qul dah amina aminu noqdo nabad gal yu helay ya'manu aminu noqona iman amin noqo radiya raliyu noqday yarda haddu radi noqona irda hadda kadib rali noqo fiiri sadax qaybo soomaan fiilo sadaqa runu sheega hadda ko yasduqu haddu run sheega usduq wa run shee halka dalba soo jeedi oo kuri ijtihada waa dadaalay waxbarashadiisu ku dadaalay yajtahidu haddu dadaalay dadaalkii wada ijtihid hadda kadib dadaal istaghfara hadda koor uu dambi dhaaf ilaahay weydiistay yastaghfiru haddeeru weydiisana istaghfir hadda kadibna weydiiso waa ka safi amsalatu mithalu oo lil xarf usugnaaday min ila an ala illa laakin inna am بلا بل قد سوف حتى لم لا لن لو لما لعل ما لات ليت ان ثم او وحروف ايغا معنى كسوميد هادين حا لو دريري وا باساسبا ايغا معنى لما معني ايغو ماركاي غلان ماركتي كلمات كره اي معنى كسو سارا اي كيغود معنى ماري سوورو مدا سو اوغان كيغود معنى ما توسان هادين ماركا او معني هاد عربي اللي اسك دريرينا taasarba marka xuruftaana badankoodu waa ku imaanay mid walba qayb waxay ku imaanayay irsimka hoos dhigay waa ku ugu soo horeey qayb kale to waxay ku imaanayay ficilka kor dhigay qayb kale kaligood ayagoo amal falay qaybaba meel ku imaanaya as'ila hada su'aalaha fiiri soo diyaar hada laga rabaa bari hada laga rabaa su'aalaha soo diyaar ma huwa ismu ism huwi luqatan wasdilahan wala garaba mathil umithali lil ism ismka bi 10 amthila tan mithal mana ka yaray ku yado an 10 kitabka ku wiile kuwaas waxa laga rabaa inaad aqtayna ma asmaada intaas kaliya inta adunkan aadid ka keen 10 ism haye ma huwa al fi'l fi'l muhyi luqatan wasilahan ka garaba hado fiiri ila kam qism min ma qaybot ayu yanqasimu fi'l fi'l ku qaybsana wala laga rabaa fiiri ma huwa al mudari' mudari' muhyi ما هو الامر امر محوية ما هو الماضي ماضي محوية مثل مثال للفعل فعلك بعشرة امثله طب مثال كو كتابك يا لك ايرم كو اسئله صحيح سدان غوري كاغرا غوريان كاغر ديسنا لكن محان كاربا ان انت الدور كان ادتو ككينتو ما مغالي ادم الدور اد يا ميشد كدوني انا طب فعلا كاربا طب فعلا انت كان طلب بس كحله كان شغيسي بعشرة امثله ما هو الحرف حرف محوية مثل مثال الحرف حرفك بعشرة أمثلة طبعا حرف الغرب حروف الدينت كيني دو كارت أم لا إيمان حروف قفك أنا أقول ما كيني يقان بل كوة كتابة إسكالي سو كا كيني داربتو طبعا حروف بوقتي براشي قولي إلا حفتي ربطا أي علامات الاسم هل كان فيه المارك كلمة عربي جاهو كلمة عربي جاهو سو صدح ما قيب سنين يا ميت والبا علامات الودي جينة qofre magalasi wax looga dhaadhiyay waa dhimantay reemiyada ay waxaan ku dhiilaha qaab wax loo kala calaamadeen ku baray reemiga maragta arya in way iskaga darmayn sooma in kala qowayn ka cabsan sooma wuxuu sameeyay nin walbaaba neefkiisa calaamada ku dhijinaa biruunta dabka galsho halkaas kaga dhijina fiir halkaas uga dhijina haddow arigiisa waxa way halkaas calaamad ku leed mid kale inaan tabir dabka galiyo meesha lugta kaga dhijina maxaa la yiraahdaa matan af Soomaaliga sumad ay la sumad ha baale ariga hala sunto mid degtaas u cad ka gooyna arigiisa oran degtaas foodeedu ka gooyay fiir mid degtu kala jeexa geelo wasaas maxaa la raadaa sumad sumad macnaheedu waa maxay maxay tahay sumad macnaheedu waa calaamad lagu kala garto haddaba fiir marka maxaan sameeyneyna ficil iyo isim iyo xarf ma soo sheegna mid walba sumad aan ku dhajeyna calaamad aan ku dhajeyna inta bir qaadano waa gubeyna haddaba hadda iska ka darman ka warmar maska xumada wana mid walba calaamada ku dhajinayna waxaan ku leenahay isim calaamadaas u leeyahay ficilna calaamadaas u leeyahay xarafna calaamadaas u leeyahay
تدغيسه مرك اسم كان هور مرينا علامات الاسم اسم كعلامديسه قال مصنف وغيره فالاسم اسم يعرف ولا غرتا بالخافض هوسدي قالو غرتا كلمه هوسدي غرتا اركتو ما فعل ما سبع حرف سو اسم حاله هو اسم لا الا هو علامه دي لو يقين اسمك ادكو هيدا فعل لما هوسدي حرف لما هوسدي كو وتنوين تنوين لو غرتا تنوين محل يراده تنوين اسا كو شيغ دونا لكن ادو واحد كو سي غرتا علامه لو يقين تنوين تو ميشي كو جيرتو لبا كورديك لبا هوسديك لبا غد اد اركتو مخا ميش اس كو جيره تنوين اكو جيره كلمه داس تنوين كاد كو اركتا ماركا وا مخاي كلمه داس ما فعل ما سبع حرف وا اسم اسودين وا اسم وا فعل وا فعل يا حرف ادين كلمه تنوين كاد كو اركتا ما لهداي كلمه دان وا مخاي وا اسم فصلها كلمه دان وا اسم الله تنوين تو علامه اسم كلو يقان سمته لو غو دجيه وا واغر ودخول الالف واللام ال اني غش لو غرتا waxaa kala lagu gartaa isim inay al ku jirto al haddii aad qortay kelimad al ku jirto oo lagu yiraahdo kelimadan ka waran oo tira ka waran kelimadan ficil weey waxa lagu leeyahay adiga banu aadan matin miya dhagax miya hada ficil weey al waxa weey isim ah ma gasho kelimad al kelimad aad ku aragto al inay ku jirto maxaa leedahay waa isim aad leedahay saasde waaga maxaa kala lagu gartaa waa xuruufil khafd iyo xuruufta oo hoos dhigta xuruufta oo hoos dhigta kelimaday gasho kelimadaas waa maxay واسم ايضا فعل ما عرفنا ما هذا ما كان مقه علامه كو شيخ ارفع علامه كو شيخ خفض هوسد تنوين ال اي حروف الخفض افرتو ده مره هلكي كغلي كلمه لبن هوري كغلي لبن غدالي كغلي وفيرسو ارينتا سو ان كفيرستا العلامات من كفيره ده كور ميليس كو جيره ده كفيره ده كو اركيميد لبن افرتان على لبن هور لبن هوري كغلي كلمه حريريه او اسم كي هوري كغلي لبن علامه غدالي كغلي اسم labada hore gashaa waa maxay waa al iyo xuruufta oo hoos igta labada dambe oo labada kelimada aakhirkeeda gashaana waa maxay waa tanwiinta iyo hoos diga kelimada xarfka ugu dambeeyd ka fiirina kelimada xarfka ugu dambeeyay aad khafdada kas xarfka ugu dambeeyd ka fiirina khafdada iyo tanwiinta aad ka fiirina xarfka ugu dambeeyay ka waran aad khafdada ka fiirida awlka oo tiraa kelimada ay hoos igta awlka ka fiiraa waa eber kaga mar arkaydi marka laba calaamo waxay galaan awlka wa labade wa al iyo xurufta oo hoos dhigta labana aakhirkay galan ka galan isimka wa labade wa khafdada iyo tanwiinta haye intaas inaan sidii weeyay xurufta oo hoos dhigta marka xurufta laga araba marka xuruuf oo hoos dhigta isimka lagu yaqaan salaama dhin hadaan lagu sheegin ka war wala ga amus oo hada lagu yiraahdo haye isimkan calaamadii ku jirta ma ba aqaan leedahay xurufta hoos dhigta anuu wa in marka xurufta lagu dhiibo si bari lagu weydiin xurufta oo hoos dhigta oo isimka markay awalka ka gasho gadaal waa ka hoos dhigay isimka isla mar koodi kara labana kor dhigo marba haday xuruuftan awalka ka gasho isimku wuxuu noqonaa isim hoos dhiga fiiri marka waa kuwana xuruufti weeyahay xuruufta isimka hoos dhigta min weey wa ila weey wa an weey wa ara weey wa fi weey wa ruba weey wal hata hadin aw macnihi waa xuruufi ma xarafa macna la kaliis xarafan aqraani meesha iga fiirso wa ruba weey wal ba'u ba'di weey والكاف كافتي وي واللام لامتي وي وحروف القسم دارت حروف تيدي وي وهي حروف دارت الواو ووي والباء باوي وتاوتا وي حروف تو حصلت تو كو صح ادي انت سي هيسو كوب يلا تانا و حصلت انت كلي هيسو هل كان ان كو شيغي جينا كوب يلا تانا لكن كدي ما نوغان ان اساس ان لو فهمي دتك او روناده قاعده اسكو كينا وحا دان او شيغان سدهن الا و هو لميد يخرو حاله دشو لسي عدلين kaas ku dhintay ka war cadi hadal cadi liba soo gooyda xun xaladash ha oo saxan baastaa cadi liba soo darto noolana war nahwadan dadka marka la baray in loo yaryareeyo ma ahane tabar umala ay ku qaataan marka xuruufta intaasan uga gaabsayna halka marka joogni haye intaas oo xaraf intaas oo xaraf maxaa laba faa'iidad ka faa'iideey meesha ku aragto u fiirso xuruuftan hadda lagu sheegay laba shay ka faa'iideey ma ka aragto labadaas maxay tahay ko kelimada ka dambeeyda inay tahay isim oo isan fiicli xaraf ahayn walla macna la ka faa'iido ma taqaan kelimada ka dambeeyda inay hoos dhigto mana kor dhigna mana godna mana reebna waxaan ku bixad ka faa'iido xurufta badal tada walaad aadan ku idina maxaad ka faa'iido tahay shirk hayd iyo shirk laba macna laga faa'iido hayd maxaad laga faa'iido kelimada ka dambeeyda inay isim tahay kelimada ka dambeeyda inay isim tahay
إلا كلمات كلمة ما بقلان فعلي حرف ما بقلان حروفها كو معناها كلا لقى فايدة محوية هيا ديك شيء كلمات كلمة بدينا هواس لقانتا كلمات كتب بدا هو هواس لقانتا مانا كوربقنا مانا قوبنا مانا ريبنا كلمات كتب بدا هو هواس لقانتا ورلا بدا سمعنا ما حسوسة كرتا بري هيا بالبرية انفيرين اينا الحسوستين كلا الله مستعان طبعا هبدأت أنا حسوسنا بريسو حسوسة وأقول وحن لا يكري محمد محي الدين عبد الحميد وكيري وأقول وحن لا يعني للاسم اسم كي يوصفنا ذي علامات علامضة وعلامضة محي فائدينية علامضها صو يتميز اسم كوجس وعمايو عن أخويه الوديس ولا لها يا يقن اسم كلا ولا ضرطة إيه فعلي حرفوي ها لا بديس ولا هذا يس كلهم كلمة عريقة دم صصدح ما هين اسم يا فعلي حرف هدي له عن أخويه الوديس ولا لها فعلي اسم هوا فعليه هي حرف ها ما قرأت في آخرنا قول مارك واحد ويان والله بدأ ولا ليسو وفعل يحرفه كويل مارك واحد كويل وأقول واحد كلية للاسم اسم كي أسمنا ذين علامات علامضة علامضة عصو يتميزو واسم كوغس وعمايو عن أخوه اللي بدأ ولا ليس والله بدأ سواء كوي الفعل فعل هي والحرف يحرفه كويل أسأل بكو شيء وكل سوقين أسلي وحب أبي أسي شيء وكله وقتك حمله كوها يستغل ملا بوجود واحدة نكوية فيري بوجود واحدة مثل ديد كسوع مادة واحدة داسو منها وحوين على مدها كمدة بوجود بوجود واحدة مثل لهرو وكسوع ما اسمكو واحدة داسو منها على مدها كمدة او امس قبولها ترى انتك وذا فهم كري موقت ايدتك اكثر كذا فهم كري دي الارادة من وحرف وحوص لغا اسمكو غلاوانا حوص لغا وانا علامات لغو يقان اني كلمة داس اسم تاي ماركو مين اركو كلمة ديو كتيرتا وفهم كلمة دانو اسم تاي لكن ايادو ان كتيرين هدي لغا ايادو واي اقبالي كرتا داتو مو اذا فهم كرا معناها صار خلقين فهم كلمة دا مروال بقون حرف كمتيرو اي هداي كتيرتانا وحالي اذا اسم كعلامة ديس واتانا هو حرف وحوص لغا كتيرين هداي سن كتيرين اي اقبالي كرتا واقبالي كرتا لغو اسم وأقبل كتوه معي صوقات حرف وحوص لقي جلي وأقبلهم معنا صحة كصباح وصاص مرك الكلمة ده حرف كإنه كتيرنا والوقوع قنصلا إنه أقبل كرنا والوقوع قنصلا بس ما فهمتي أي الله نفهم سي واي الله نفهم سي ويري أو قبولها أقبل الديلة وقد ذكر واشيء رحمه الله وقد ذكر مصنف واشيء رحمه الله الله أن حريسته مصنف كيا يغنوت مصنف كتاب كان انا قسينه مسوي اسكا قسينه ما بتعرف حن حدين شرح انه ليه مصنف كذا الشيء غلط نقله واكه محمد بن محمد بن داوود السنهج ها كازوي كتاب كان اسكا قسينه بلي هذا قدام بقوم الشيخ اسكا هذا بسم الله تاب الشيخ وين البرطا ودع ايده ما كف ايده هذا مصنف كبا قوم صادوا قسينه وقد ذكر وهو شيغي مصنف رحمه الله الله نحرسته ومحمد بن محمد بن داود السنهاجي من هذه العلامات علامتها اسم كلو قنصدو حاله اي كميدين كوي فيري اسم كعلامتي سحاله كميدين و هو شيغي اربع علامات افر علامه علامات اسم قبري صدنا لجارسيا لكن اسم مخو كو شيغي افر علامه بسكوي وقد ذكر و هو شيغي رحمه الله من هذه العلامات حاله كميدين اربع علامات افر علامه وهي أفرتو الخفض وهوس لكو والتنوين والتنوين لابو والدخول الألف واللام والقريتان كذا صدح والدخول حرف والدخول حرف إي حرف إنو قالوا حرف كاس من حروف الخفض كمدا أفر أفر تاسو خوشات وأفر علامه اسم كالوية كان هاي مدمد أصوقة بمارك أما الخفض هوس لكي فهو خفضه في اللغة اللغوية هي ذا حاله هذي ضد الارتفاع كورن قشدو كسهر جدا ارتفع وكورن قضي إن خفض هوس وضع سما هوس وضع كويم مارك خفض وهوس بع حق اللقاء هانا لقى هذلا لكن نحوله ذا حاله هذا محيو يقاني الخفضه معنى مهم مهمة كوشيجا ده هردد إسكت ديد معنى مهمة كوشيجا دي كلا وكاس عين هاي وفي اصطلاح النحاتي نحوله ذا الشيس كودا محاله ذا خفضه عبارة كورمد وهي عن الكسرة كسرة لغا ورمان التي كسرة يحدثها أسود درسين أي العامل عاملك أو أما سما شيء نابا كان نائب نغضا عنها خفضة
خفضو إيه وحي كان نائب نغضة كسر رفيري وحالي را خفضو كسرو إيه وحي كان نائب نغضة هل تدري بس كده؟ ايه وحاوين معناها عن رباكوشة وحاويان نحوها دا تشوكتو صدح شيء وإن تفهمتها هذا فهمين هرب ومسعو كرتي عامل معمول لعمل ايه فيري أجده وأقول صلى الله عليه وسلم دكتورنا يقول إيه هذا من كلام فهمين وهذا تقولي بتوني عامل معمول يعمل ومهم عامل محل هذا عامل وحل هذا كلمة ده مرت على بيجا مرة ولا جودة مرة ولا هاس بيجا مرة ولا كارديجا مرة ولا خير بس ما ما هو إسكا أو سيد الله ربنا إسكا ده واقع ما هذا دي فروي إسكو كارديجا نخرب دي فروي كاكا قط ما إسكا كارديج ما ما كلمة دان wax ka horeeya marna kor dhigaya marna hoos dhigaya marna godaya marna reebay wax kor dhigaas keenaya hoos dhiga keenaya godka keenaya reebka keenaya aamilkaas la yiraahdo maqash aamil hada xuruftaana kamida xuruftaan xaal weeri isimka hoos dhigan soo luma dhigin isimka say kor maran waa hoos dhigan soo luma dhigin ee awaamishay kamidiin marka boqolka aamilay kamidiin awaamishu waa boqol soo ma jeedin كو مركا عامل محل هذا ووحد كلمة دان أما كرد جاية أما هاس جاية أما جودي عامل وكاسة معمول على الغلام معمول محل هذا وكلمة دان لو عمل فلي كلمة دان لجودي أما لهاس جاية أما لكرد جاية واحد لما معمول تلو عمل فلي والوش لقشقي وشغل لقى غلطي هي عمل محل هذا وكرد جاية هاس جاية جود كي هيك عمل وكاس وانت اسمع ثانية انت سيء هذا بريان فيرينا هنا ثانية كذا هبك يا من كسرعين هوردي إذا كان كوجو على marka waa sidaas weey sidaas weey marka wuxuu ku yiri wax weeyaan wadaalika kaasu mithlu kasrati ra'i ra'da hoos dhigeedo kale waa haye ra'da soo min bakrin ka ahatay iyo wa amrin bakarka iyo amar kaasoo fi nahwi qawlika hadalkaaga ku sugan marartu bi bakrin an soo maray iyo wafiq iyo wa qawlika qawlkaaga ku sugan hada kitab amrin kan waa kitabki amr فبكر وعمر اسمان لبا اسم وهي هاي دليل لوجود الكسره كسره لغا هله في اخر كل مد كست اخر كيسه واحد كاسو من في كل في اخر كل واحد مد كست اخر كيسه او منهم لبدوده كميت اه وكاس نوجه والله سبحانه وتعالى اللهم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.